وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المغتور، السلام عليك يا ذا الشيب الخضيب ويا ذا الرحل النهيب، السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه والتراب كافوره والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبر فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من لا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعا والنصير قليل، فاتته زينب بالجواد تفوت والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت حزنا ويا ليت الجبال تزول ولمن تنادي والحماة على الثرى فرعى ولا منهم يبان غليل، ما في الخيام وقد دفانا أهلها إلا نساء واللهن وعليل. أرأيت أختان قدمت بشقيقها فرس المنون ولا حمان وكفيل، فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل، فبكت وقالت يا ابن أمي كيف لي وعليك، ما الصبر الجميل جميل يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، من من نساء الضائعات دليل، ورنت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدايا وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجوادي إن الفراق
الشيخ المجلسي رحمه الله عليه محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الانوار كان يحاضر في كل يوم في الصحن لامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يلقي البحث الخارج، وكان من عادته بعد البحث يعرج على مصيبه الحسين، يقرا شويه للجماعه للطلبه يعرض على مصيبة الحسين. رآه شخص في النوم يوم من الأيام، في النوم في عالم النوم كأنه على حالة المجلس على حاله يلقي بحثه في الصحن المطاحة صحن الإمام أمير المؤمنين. رآه في النوم بعد أن انتهى من البحث أراد أن يعرض كما هي عادته على مصيبة الحسين، وإذا برجل فالأقبل أقبل حتى وصل إلى المنبر الذي يلتقيه المجلس عليه الرحمة، وقال له في هذا اليوم المصيبة التي تعرج عليها تقول لك الزهرة فاطمة الزهرة، أنا جاي من عند فاطمة الزهرة، تقول لك في هذا اليوم عرج على مصيبة الوداع، وداع ولدي مع عائلته في هذا اليوم، أريد أن تعبد على مصيبة ولدي الحسين ولا وداع الحسين مع عائلته. بيّن أن هذه المصيبة قد أثرت على قلب فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، أثرت تمام التأثير، كيف لا وهو وحيد فريد بين الأعداء لا ناصر له ولا معين، وقد قابل أولئك الملوك وعزم على ملاقاة الموت بمهجته الشريفة وحده، وكان يقاتل وشيبته مخضبة بالدم، وأقبل ليلقي نظرة بعد ذلك على عائلته نظرة وداع، آخر نظرة وداع، يراعي بإحدى مقلتي خيامه، ويقول ابن الأحسن يراعي بإحدى مقلتي خيامه ويرفض بالأخرى العدا حين تزحف، هو قد كبه العطش، اشتد به العطش، أم عائلته قد اشتد بهم العطش أيضا، عائلته قد اشتد بهم العطش، ينتظرون منهم أن يأتي إليهم بشيء من الماء، وهو في المعركة ينتظرون أن يأتي إليهم بالماء، فرجع ليلقي عليهم نظرة آخر نظرة، فتلقته النساء فرحة مستبشرة بقدومه لعله جاء لهم بشيء من الماء، فلما أقبل وإذا بشيبته مخضبة بالدم، بل سهم في حنكه الشريف والدم يسير من حنكه، لأنه نزل إلى المشرعة يريد أن يشرب الماء، فاغترف غرفا ليشرب، فأتاه سهم فثبت في حنكه الشريف فسال الدم، رأوا شيبته مخضبة بالدم والدم يسير من حنكه، فصحن النساء وغربتاه، هناك طفلة قد وعدها الحسين، طفلة صغيرة أيضا من البنات، لما خرج إلى المعركة قالت له أبا إني قد اشتد بي العطش عطشانة، قال اصبري قليلا حتى أتي إليك بالماء، فتعلقت به تلك الطفلة، أبا أين الماء الذي وعدتني به؟ فبكى الحسين بكاء شديدا، بماذا يجيبها الحسين؟ قال اصبري بني، بكت النساء بالبكاء العظيم، فسكتهن الحسين صلوات الله عليه، ردوا عيالا للعطش يوما، وصاحب صوت للتوديع دوما، مثل سرب القفا دوما يحوما، تطيح عليه وحده وتعثر. اقبل الى خيمه الامام زين العابدين، بدا بها وهو على ذلك النحو
مشجعة على نفع من الأدنى. وعنده عمته زينب تحت راسه تحرزه، فلما رأى أباه مقبل قال: عم سنديني هذا ابن رسول الله، قد أقبل. فسندته إلى صدرها، دخل عليه الحسين، جلس عند راسه. بني كيف حالك؟ سأله عن مرضه فحمد الله وأثنى عليه. ثم التفت زين العابدين إلى أبيه: أبا، ماذا صنعت مع هؤلاء المنافقين؟ قال: يا بني، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقد شب القتال بيننا وبينهم حتى سارت الأرض بالدماء منا ومنهم. فأخذ يسأل، قال: إذن أين عمي العباس أباه؟ هنا زينب اختنقت بعبرتها لما سمعت سؤال زين العابدين عن عمه العباس. يقال أنهم أخفوا عليه شهادة عمه العباس خوفا عليه من أن يزداد مرضه، جعلت زينب تنظر تارة إلى الحسين وتارة إلى زين العابدين. ماذا يجيب الحسين ولده عن هذا السؤال؟ قال: بني، عظم الله لك الأجر في عمك العباس، فلقد قتل وقطعت يداه. فلما سمع زين العابدين بكى بكاء شديدا ووقع مغشيا عليه، مناديا: وعماه وغربته، أفاق من إغناء صدره والإمام الحسين. قال: إذن أبا، أين أعمامي؟ جعل يسأل عن كل واحد من أعمامه، والحسين يقول له قتل. قال: إذن أين أخي علي الأكبر؟ فغرورقت عينا أبي عبد الله الحسين بالدموع. قال: عظم الله لك الأجر في أخيك، فقد قتل. قال: أين الأنصار؟ أين حبيب؟ أين زهير؟ أين مسلم بن عوسجة؟ أين هلال؟ أين فلان؟ قال: اعلم يا بني، إنه ليس في الخيام رجل غيري وغيره، وأما هؤلاء الذين تسأل عنهم فقد صرعوا على وجه الثرى. فبكى الإمام زين العابدين بكاء شديدا، التفت إلى عمته: عم زينب، علي بالسيف والعصا. قال: ما تقنع بهما يا بني؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأدب به بين يدي ابن بنت رسول الله، فلا خير في العيش بعد. ثار العليل يصيح: زينب يا زكية، قومي بعجل، جيب العصا والسيف ليا. حسين انفرد وحده، تعالي سنديني، وجيب العصا بيسراي والسيف بيميني. يا اختي سكينة بعجل، قومي نهضيني نخوات ابويا، زلزل السبع العليا. السيف طلع والدمع يجري فاض الخدود، ينادي: يا ابويا من اخوتك ضليت مفروض. لبيك لبيك يا ابن المرتضى يا سر الوجود، وين الانصار وين فرسان الحميه؟ قال: يا بني، ارجع ارجع، لئلا تبقى الارض خاليه من محمد، انت خليفتي وأنت حجة الله على الخلق. فأرجعوا إلى الخيمة، ثم أقبل إلى النساء وقال: يا نساء، هذا خليفتي عليكم، هذا حجة الله على الخلق، أطيعوا أمره. ثم قال: أخي زينب، يا أم كلثوم، يا رقية، يا رباب، يا ليلى، يا فاطمة، يا بنات رسول الله، عليكن مني السلام. فبكينا النساء بكاء شديدا، وصحنا بالويل والثبور، وصحنا وغربته وحسينا. فأقبلت سكينة باقية حزينة قائلة: أبا، استسلمت للموت؟ قال: وكيف لا استسلم للموت وقد بقيت وحيدا فريدا؟ قالت: إلى من تفينا؟ أبا، ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال: هيهات لو
زينب فعلمي من في البكاء الحمام دراني لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة ما دام مني الروح في جثماني يجي الهيطول من بعدي ونينج ومثل النيل جن اسمع حنينج يا ابويا لا تشوفيني ابعيني تخافني انخطف لانج ويصفار وجد زينب يوصيها بالعيال يوصيها بعلي لو كل الاطفال شاف الدمع فاض خدودها سال تدل على افرادك مقدر اصبر اقبلت زينب ابا عبد الله وتغتصب نفسك الغصابه وانا انظر اليك قال اخي تعزي بعزاء الله تصبري اذا انا قتلت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا لا تشقي علي جيبا لا تدعي بالواء والثبور وعظائم الامور فان اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقون وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون جدي خير مني أبي خير مني أمي خير مني ولي ولكل مؤمن برسول الله أسوى حسنا فأومت إلى جيبها فشقته وبكت بكاء عاليا فضمها الحسين إليه ومسح على قلبها وقال ربط الله على قلبك بالصاد أعدك لكفالة الحرم والأطفال خلي زينب تصبري وتعزي بعزاء الله ربط الله على قلبك بالصاد ذكر لها ما عد الله للصابرين هذا أوصيت يا زينب سمعي الوصية إذا صابني سام القضاء في الغارية والصبر من شان الميامين واللي جرى مقدر علينا يا مصونة وعندي وصيانك يا زينب واسمعيها سل الرباب وحافظي يخدي عليها ولا من بجد سكن العزيزة سكتيها لانها عجب عيني ترى تبقى حزينة وانتو يا زينب لو عليكم صار ما صار وشفتي الهجمة بالمخيم قام الاشرار لمي اليتامى يا وديع صغار وكبار حافظكم الباري ترى يخدي بعينه قالتنا لنا بذمتك يا نور الاكوان ما جيت انا الا بهالارض محفور قبري لازم تشوف الشمار يصعد فوق صدري ولازم اقبالك يا حزينه يحز نحري بكت بكاء شديد صبر الحسين عليه الصلاة والسلام ثم قال يا بنات رسول الله الوداع عليكن مني السلام فأقبلن النساء مشققات الجيوب ناشرات الشعور وأحطن على الحسين كالحلقة الدائرة هذه تضمه إليها إليها وهذه تقبل رجليه وتلك تشمه فافتجعنا النساء وناديناها غرفتان
شقت الجيب وما على القناع. أراد أن يلعن أراد الحسين أن يركب على ظهر جواده، فجعل ينظر يمينا وشمالا إلى تلك الخيام الخالية. نظر إلى خيام آل علي فرآها خالية من أهلها، إلى خيام بني الحسن فرآها خالية، إلى خيام بني عقيل خالية، خيام الأصحاب خالية. وجه بوجهه نحو المعركة مناديا أخي عباس ونبي علي بن أخي قاسم، حبيبي حبيبي أمسلم بن عمسل يا زهير، يا رجال الوفا ويا أنصار الصفا، ما لكم تركتموني وحيدا بين الأعداء. فبردنا النساء مشققات الجيوب منادين وغرفتا. راحت زينب ابا عبد الله قطعت فؤادي لمن تنادي وقد قطعت فؤادي، قال الا من يقدم لي جوادي. ولعت يا والم للخيم تبكي وتنادي، شتريد من هذه الجثث قل لي اسنادي. أختان تقدم لأخيها فرس المنية ما أقسى قلبي يا أبا عبد الله. فبكى الحسين وقال وهل رأيت أحدا كأخيك؟ قد استوحده القوم وبقيت الطير متكسرة أجنحته. بكت زينب سلام الله عليها، ركب على ظهر جواده وأراد القدوم إلى الميدان. وإذا بالحوراء زينب من خلف أبا عبد الله قف قليلا فقد نسيت شيئا. وقف الحسين، أقبلت الحوراء زينب قالت أخي انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين قالت اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. كشف لها عن صدره وعن نحره فجعلت تقبل الحسين في نحره وصدره، ثم التفتت إلى جهة المدينة قائلة يا زهراء يا أما قد أديت الوصية. فسألها الحسين ما عندك من وصية؟ قالت أبا عبد الله لما حضرت الوفاة أمنا الزهراء أدنتني إليها وأوصتني بهذه الوصية، قالت إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا بين الأعداء قبليه في نحر نيابة عني. فلما سمع الحسين بذكر أمه الزهراء بكى وجرت دموعه، ثم ودعها وأقبل إلى الميدان لملاقاة الأعداء بمهجته الشريفة. وكانوا قد تحزبوا علي بأبي ونفسي، فبقي بأبي ونفسي يقاتل بين الأعداء، يقابلهم ويقاتلهم بمهجته الشريفة. قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين، دارهم دور الضحى، قتل منهم مقتلة عظيمة. على ما كان عليه من شدة العطش والوحدة وقد أثخنوه بالجراحات، ولكن قتل منهم مقتلة عظيمة في الحملة الأخيرة، ولكن لا يبين فيهم لكثرتهم. ولقد أنساهم في ذلك اليوم شجاعة أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا تستغرب لو أنساهم شجاعة أبيه، مع أن أمير المؤمنين لا شجاع يقابله، كان أشجع الصحابة، ولكن يقولون أنساهم شجاعة أبيه أمير المؤمنين.
بأن أمير المؤمنين يعني إذا قست موقف الحسين بمواقف أمير المؤمنين تجد فرقا كثيرا، لأن عليا ما كان يقاتل وبين يديه أحبة صرعاء 72 من أحبة صرعاء على وهي في المنظر، بل كان يقاتل وقد شد ظهره ب 12,000 وقيل بأكثر. وهذا مما يخط في عضل الإنسان، يقاتل ويرى أحبته صرعاء. أيضا أمير المؤمنين ما كان يقاتل ويسمع البكاء في الخيام، في خيام نساء وأطفال يبكون وليس معهم أحد كفيل إلا هذا الذي يقاتل. هذا هم مما يخط في قوة الإنسان. أيضا الحسين يقاتل ويسمع بكاء الحرم والأطفال. ما حدث التاريخ بأن أمير المؤمنين كان يقاتل وقد اشتد به العطش حتى حال بينه وبين السماء كالدخان كالحسين عليه الصلاة والسلام. سمعتم؟ حدثكم أحد أن علي بن أبي طالب اشتد به العطش كولده الحسين حتى حال بينه وبين السماء كالدخان؟ بل أثر العطش في 4 مواضع من جسمه الشريف، مواضع حساسة يقول المؤرخون، أثر على شفتين، أثر على لسانه، أثر على كبده، أثر على عينين، أثر على شفتيه دبلتان من شدة العطش، أثر على كبده فصار الهواء الأكسجين يخرج من جوفه. فلأجل ذلك قالوا أنه أنساهم شجاعة أبيه أمير المؤمنين، فكان لا يقرب فارس إلا وطعنه برمحه أو بعجه بسيفه فتفرقوا عنه وانجفلوا من بين يديه يدق بعضهم بعضا، وكلما حمل عليهم يرتجز بهذا الرجل: أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحلي عيالات أبي، أمضي على دين النبي فلم يرز إليه أحد. في رواية أنه قال لهم: يا قوم ما لكم تكاثرتم علي، ما لكم تناصرون علي، فليرز إلي رجل بعد رجل بأني واحد وأنتم آلاف مؤلفة، فليرز إلي واحد بعد واحد. فقالوا هذا لك، فكان يبرز إليه واحد بعد واحد فيقتله الحسين. فقال الشمر اللعين: والله لو برز للحسين أهل الأرض لأفناهم عن آخرهم، ولكن افترقوا عليه 4 فرق، فافترقوا عليه 4 فرق مثل بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام والنبال وفرقة بالحجارة، حتى أدخلوه بالجراحات وضعفا عن القتال، فوقفا بأبي ونفسي ليستريح ساعة، وإذا بحجر أبي الحتوف قد أصابت جبهته الشريفة، فسارت الدماء من جبهتي على عيناي. عظم الله أجوركم شيعا وانين أوجب يستريح حسين ساعة، بهب حيل أو ثقل بالسيف ضاعة، أولى من الحجر في وجهه ودمه مثل ماء العين فوار. عظم الله أجوركم شيعا لما سالت الدماء على عيني، أراد أن يمسح الدم على عيني حتى يرسل الأعداء، ففك الدور ورفع فطرف ثوبه ليمسح ذلك الدم، فبان للأعداء بياض قلبه الشريف، وإذا بسام ميشوم في 3 شعب رماه به حول ابن يزيد الأصبحي، فوضع في لبة قلبه الشريف: أيها حسينا وأيما ما وسيدا شال حسين ثوبه يمسح الدايا، وإذا انسه من مثلث ناجي حسين اقتل به وتعلى أخر وتدم هوا وظلم هواها والسمع مار. عظم الله أجوركم شيعا. المصيبة أراد الحسين أن يشلع ذلك السهم من مقدمه فلم يتمكن، لأنه ذو شعر ذو 3 شعاب ما تمكن يشلعه من مقدمه. يقول أهل التاريخ: فانحنى على طرموس سرجه وأراد أن ينتزع السهم من مقدمه فلم
يتمكن فمد يده الى قفاه الى ظهر الشريف وجعل ينظر ذلك السهم ينتزع ذلك السهم بأبي ونفسي فأبكى كل عدو وصدو وصديق يقولون حتى المد حتى اللعين عمر بن سعد كان ينظر الى الحسين وهو ينظر ذلك السهم من قفاه واذا بدموع تجري على لحيته المشومه يقول له ولده حفص يقول لي أبيه عمر بن سعد هذا ما الذي يبكي قال احزن لا أملك ألا تنظر يا حسين لنظر ذلك السهم من قفاه أبكى كل عدو وصديق يا شيعي وحسين وسيدا انتزع ذلك السهم بثلثي كبده الشريف فانبعث الدم مثل الميزان فجعل يملأ كفيه من الدم ويرمي به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة واحدة ثم ملأ كفيه مرة ثانية وخطب شيبته وراسه وقال هكذا ألقى ربي ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان فبينهم كذلك بأبي ونفسي وإذا بسنان ابن أنس النخعي فاتنا من وطعنه بالرمح في صدره فتدنى الطاغي الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهوى واهي الجنان أشرف التبكي عليه أسفا حور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وقدم إليه وابتدر إليه رجل آخر ملعون وضربه بالسيف على رأسه الشريف وابن آخر أيضا وهو مالك بن اليسر لعنة الله عليه طعنه بالرمح في ترقوته فنزف دمه الشريف ووقع صريعا على وارجة الرمض يمد يمينا ويقبض شمالا وقد جمع له وسالة من الرمل الحار فتوسدها فداك أرواحنا يا أبا عبد الله فداك أنفسنا وجعل يمشي عليه دار ويفيق أخرى وهو يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله إلهي وفيت بعهدي أوفي بعهديك وكثر منه الوليد في ذلك الوقت بأبي ونفسي أغمي عليه ثلاث ساعات من النهر وإذا أفاق جعل يهن أمينا يقطع الصخور والأكبار هذا وابن سعد يسمع أنين الحسين فقال ويلكم عجلوا علي فقد قطع قلوبنا بأنين أريحوا الرجل عجلوا علي فقد قطع قلوبنا بأنين فابتدر إليه جماعة من الفرسان ليحتزوا رأسه فكان كلما أتى إليه أحد رمقه الحسين بفرسه فيولي هارما خوفا من الحسين صلوات الله عليه صريعا يجبن شجعانها يقول السيد حيدر رحمه الله عليه فما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها تريبا محيا تظن السماء بان على الارض كيوانها يخشون منه يظنون انه قد حملها حيله حتى اذا بدل اليه احد يثور في وجهه فيقتله يخافون منه كلما نظروا الى عينيه مفتوحه يرجعون ويتباعثون عن الحسين صلوات الله عليه فلما راى ابن سعد انهم قد جبنوا قال ويلكم من ياتيني براس الحسين وله الجائزه العظمى فبدر اليه شمر بن ذي الجوشان لعنه الله عليه وقال والله لا يقتل احد غيري عظم الله نوركم شيعة أقبل والحسين مغمى عليه فرفس الحسين برجليه أيوة حسينة وسيدة ليش رفسه لأي شيء أسألكم شيعة لأي شيء رفسه برجليه حتى يفيق من إغمائه
فيشعر من هو الذي قتله. الله يا شو ما سمحنا لك موقف بطولة الآن والحسين في حد النزاع، هذه بطولة يا شيعة، بطولة الحسين يمد يمينه ويكبر شمالها. هل سمعتم له موقف مسلم شو من الجوشان؟ وشجاعة الحسين يمد يمينا ويكبر شمالا وقد نزف دمه الشريف، يريد ان يستيقظ الحسين ان يفيق من اغمائه حتى يبرهن للحسين بطولته، يريد ان يبرهن للحسين بانه بطل. رفسه برجله والتقى على صدره الشريف. عماد يا سادة يا مؤمنين يا مؤمنين عز عليكم، ارتقى على صدر الحسين بعد ازيمكم شيء يا شيعة حافي او دنيا حال، والله من هذا الظلم لا حلائم الا على شيعة وشيعة بعد الروس. تقول الرواية على رجليه في رجليه نعلان، الشم في رجليه نعلان، يقع على صدر من بنت رسول الله. انا لله وانا اليه راجعون. وسيدا مثل شمر أذل الله جبهته، مثل شمر أذل الله جبهته، يلقى الحسين بذاك المثل المرتكر خشن، والحسين يضرب منه قليلا من الماء. أفاق الحسين قال من هذا؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما. قال انا الشمر ابن ذي الجوشان الضبابي. قال وما تريد ويحك؟ قال اريد ان احتز راسك. قال يا هذا تريد ان تحتز راسي لماذا؟ قال ارجو الجائزه من يزيد بن معاويه. قال ويلك يا هذا، ايما احب اليك شفاعه جدي رسول الله صلى الله عليه واله ام الجائزه؟ قال دانك واحد من مال يزيد خير لي منك ومن جدك. قال يا هذا، اذا كنت عازما على قتلي فاسقني شربة من الماء، لقد تفتتت كبدي من الظما. قال لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصبة بعد غصة. قال يا هذا، اكشف لي عن لثامك. كشف لو عن لثامه، واذا هو ابطح ابرص اشبه الناس بالكلاب والخنازير. فقال الحسين صدق جدي فيما قال. قال وما قال جده؟ قال كان يقول لابي امير المؤمنين، يقتل ولدك رجل ابطع ابرص اشبه الناس بالكلاب والخنازير. فغضب الشمر وقال يشبهني جدك بالكلاب والخنازير، لأذبحنك من قفا. فنزل من على صدره الشريف وكبه على وجهه ومكن السيف في أوداجه وجعل يهبر أوداجه، وكلما قطع منه عرقا نادى الحسين واجدا وجدي محمد المصطفى، فأقتل ضمانا وأبي علي المرتضى. فلم يزل يهبر أوداجه حتى فصل رأسه عن جسده الشريف ورفعه على رمح البر. الله أكبر وإماما. فكبر وكبر في العسكر
في حكمي يا عزيزي هل مصيبة اللهم اقض حوائجنا وحوائجه اللهم اتبنا في مصيبتنا في اهل بيت نبينا وامامنا اللهم امتنا على ولايه اهل البيت والبراء من اعدائهم وقوم الظالمين اللهم احشرنا في ذمتهم اللهم نسالك باسمك العظيم الاعظم الاعز الكريم الاكرم ونسألك بمحمد المصطفى وعلي المتبرك فاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والأئمة التسعة المعصومية من جبال ونسألك بحق هذا اليوم العظيم بحق من قتل فيه ومن تعبد لك فيه أن تفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين فرج عنا وعنهم وعن اخواننا المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او اقرب من ذلك يا الله واعدنا على هذا اليوم في خير وعافيه وامن وايمان بمحمد واله الطاهرين صلواتك وسلامك عليهم اجمعين والفاتحه قبلها صلوات على محمد.